هكذا استقبلت كسروان وجبيل بن عمشيت الرئيس السابق ميشيل سليمان في مسقط رأسه. الرئيس سليمان شق طريقه بصعوبة قبل أن يصل إلى منزله الذي تقاطرت إليه كذلك وفودا سياسية وشعبية من مختلف المناطق اللبنانية. الرئيس نجيب ميقاتي حضر وتلاه النائب وليد جنبلاط الذي دعا الرئيس المقبل إلى الالتزام بإعلان بعبده. عدد من الوزراء ونواب في قوى 14 من آذار زاروا سليمان لتهنئته، وكذلك فعل قائد الجيش العماد جون قهوجي، كما حضر مهنئا سفراء من دول عربية وأجنبية. المملكة لن تتدخل ولن تعطي أي شيء، بل يعني تنادي وتشجع وتطالب كل القوى السياسية ببذل جهودها لإيجاد رئيس خلف آمرين أن ينهج نهج السلف. وفيما قطع مسؤولو حزب الله التهاني حضر نائب عوني واحد. هل نقلت له رسالة من النائب ميشيل عون لرئيس سليمان؟ لا طبعا مش حامل رسالة، لا أنا جاي بس على صعيد شخصي. السياسيون كما المواطنون عبروا على طريقتهم عن محبتهم لرئيس سليمان. جايين نقول أولا أنه رئيس الجمهورية احترم الدستور اللبناني، وبآخر يوم من مهلته الدستورية ترك قصر بعبده ومرى على اتصالات جانبية وطنية أو عربية أو دولوية للالتفاف على الدستور. ونتمنى من نواب الأمة أنهم يحترموا الدستور ويسارعوا بانتخاب رئيس جديد. اليوم في عرس وطني لبناني، ليس فقط في جبيل إنما في كل لبنان. بلشت التحليلات تطلع أنه فخامة الرئيس ممكن يرشح حدا للانتخابات، حيكفي بالمسار السياسي برأيك؟ هيك هو بيعرف أكثر، إنما أكيد فخامة الرئيس بيكون له دور وطني كبير. رئيس القوي مرق، نحن هلا بنطلب ان شاء الله انه الفراغ او الشغور مثل ما بيقولوا انه ما يطول. نتمنى انه اللي بده يجي يشبهه او يكون مثله، يا ريت. يا احسان ابيض الرئيس بطل، الله يخليه ويرد لنا عنه. هذا عم شي تشهد له، يعني دعانه جاي هني على العهد اللي عمله. بالنسبه لنا احنا عندنا جمله حلوه ولا غلطه، الله يخليه بصحته. الرئيس المقبل شو لازم ياخذ من الرئيس ميشيل سليمان؟ ممكن يكفي بطولة الحوار، ممكن يكفي بمبادئ السلاح لازم يكون بيد السلطة. بفتخر بهيك رئيس وبقول لك انه رح يجي مثله لانه آدمي ما كان عاجبهم. انا جاي اخذ كمان معه سيلفي لفخامة الرئيس. وخلال تقبله التهاني تلقى الرئيس سليمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند، شكره فيه على الجهود التي بذلها خلال ولايته متمنيا انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اسرع وقت. كما تلقى سليمان اتصالا آخر من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي تمنى أن لا تطول فترة الشغور في سدة الرئاسة. كما احتفلت عمشيت بابنها ميشيل سليمان حين أصبح رئيسا للجمهورية، احتفلت به حين أصبح رئيسا سابقا، وعبر المهنئون عن افتخارهم بمن حمى الدستور ولم يتمسك بالسلطة. من أمام منزل الرئيس ميشيل سليمان في عمشيت، ربيع شنطف، تلفزيون مستقبل.